ومستبشرين. وانا كنعتقد بلي المجيء ديالكم اليوم هو نتيجة سابقة لأوانها على الانتخابات ديال 64 ان شاء الله. شي وحدين اخوتي ما بغاوش يفهموا هادشي. قال لك معارضة، واخا حنا ما عندنا مشكل تكونوا معارضة وتعارضونا وبالحق وبالمعقول ونعترفوا لكم إلا كنا على غلط، وقدام اللي ولا بدا نمشي واحد النهار تجيو نتوما ما كاين مشكل، ولكن شوية المعقول. واش باغيين نتعارضوا غير باللي كاين؟ باغيين نتحسنوا غير باللي كاين اللي قال هذاك؟ راه ما يمكنش. كاين جاو قال لك اسيدي نزلتي على الصلاحيات ديالك لجلالة الملك. واش هذا كلام كيتقال في المغرب؟ جلالة الملك هو بانا، هو الرئيس ديالنا كاملين. الصلاحيات بيننا وبينه كندبروها. واحد محمد السادس ملكنا، واحد محمد السادس ملكنا، واحد. الصلاحيات ديالنا كندبروها بالتعاون ماشي بالتنازع. انتوما غير شوفوا في عائله وحده الى كل واحد كيجر من جهه واش كيكونوا الناس مرتاحين؟ لا. هذه 4 سنين الحمد لله والمغرب مرتاح، لانه العلاقات ديالنا مع سيدنا كندبروها في اطار التعاون والتفاهم، وحنا فرحانين والله يخليه ديما راضي علينا.